الموضوع بالذات هو أن هناك ظلم يلحق النساء، وأن هذا الظلم هو من الفداحة، بحيث لا يمكن لكل ذي عقل سليم وروح إنسانية. هذه الندوة تأتي استمراراً للندوات التي أطلقها اتحاد العمل النسائي والحملة بشكل عام من أجل المطالبة بمراجعة جذرية وشاملة لمدونة الأسرة بعد 18 سنة من تطبيقها، وبعدما سجلنا العديد من الإشكالات التي تطرحها أكثر الفصول في هذه المدونة، منها استمرار تزويج الطفلات القاصرات، رغم أن النص يؤكد على أن سن الزواج هو 18 سنة للفتى والفتاة، وأعطى استثناء أن يأذن القاضي بتزويج الطفلات أقل من هذه السن، لكن هذا الاستثناء أصبح قاعدة واسعة، وأصبحت أغلب طلبات تزويج الطفلات القاصرات تحظى بالقبول. أكثر من 80% من طلبات التزويج القاصرات تقبل. أيضا مسألة الولاية على الأبناء، رغم تنصيص المدونة على أن المسؤولية داخل الأسرة هي مشتركة بين الأب والأم انسجاما مع التزامات المغرب الدولية، لكن تخصيصه للولاية للأب وحده على الأبناء فيه حيف وفيه تمييز ضد النساء، رغم أن الواقع أن أغلب النساء يكونهن الحاضنات ويتطلب هذه مسؤولية توفير الوثائق ونقلهم من مدرسة إلى مدرسة، لكن هذا الحق يخصص للأب دون الأم. نعم، في البداية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر أن فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة هو مناسبة من أجل ملائمة هذا القانون مع التزامات الدولية لبلادنا، والمجلس من خلال أدواره الدستورية ومن خلال الرصد الذي يقوم به سجل مجموعة من الثغرات في تطبيق مدونة الأسرة طوال الفترة السابقة، من بين هذه الثغرات ما يتعلق بتزويج الطفلات، لأن العمل أكد أن الاستثناء تحول إلى قاعدة لكون أن أنه يتم الاستجابة لغالبية الملفات المتعلقة بتزويج الطفلات، ويتم استغلال مسطرة الثبوت الزوجية كوسيلة للتحايل على المقتضيات المتعلقة بزواج القاصرات وأيضا بالتعدد. من بين الإشكاليات التي رصدها المجلس ما يتعلق بحق الطفل في النسب في الحالة التي لا يتم فيها إبرام عقد الزواج، حيث نسجل وجود عراقيل تحول دون إعمال الخبرة الجينية كوسيلة لإثبات النسب. وفي هذا الصدد سبق المجلس أن أوصى في تقريره السنوي بضرورة حماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية للأبوين. من بين الإشكاليات المطروحة أيضا ما يتعلق بقيام الأمهات بالأمور المتعلقة بالنيابة القانونية على الأطفال، حيث تواجهن عدة صعوبات إدارية في القيام بالمصالح المستعجلة. وفي الصدد أوصى المجلس أيضا في تقريره السنوي بضرورة حماية حق المرأة في القيام بالأمور المتعلقة بالنيابة القانونية وبإقرار مبدأ المساواة بين الأبوين في القيام بالأمور المتعلقة بالنيابة القانونية. والمجلس منفتح لكل الآراء والتصورات من أجل تعميق النقاش حول واقع تطبيق مدونة الأسرة والسبل الكفيلة بتجويد النص القانوني. جنسية المرأة باعتبارها مواطنة كاملة المواطنة مثل الرجل تماماً.